مصريين؟ هنزل قصاد مصريين. هيبقى الاختيار به تفاصيل كثيرة هنتكلم عليها دايما وطول الوقت. نحكي عن الاختيار اللي يمكن رح نخص فيه اليوم حلقتنا ونجوم تألقوا. مصر بلدنا ومش هنسيبها. مصر بلدنا ومش هنسيبها. يعني قديش هذا كان الدور كتير مهم سمر. الاختيار أنا بعتبره أهم دور أنا عملته من أول ما ابتديت. جزء التخوف الكبير جدا اللي كان عندي إيريني، طب إحنا ممكن يحصل فينا إيه؟ زينا زي أي مصري. الاختيار بالنسبة لي هو أول الطريق. أكثر مسلسل تابعته هو الاختيار. الاختيار. نعم. شنو رأيك في كنافة؟ عمل كبير. مصر. صمام الأمان في الوطن العربي، كيف حاربت كل أشكال التطرف لتبقى أم الدنيا. بيت للكل، الجمعة 11 مساء على قناة مصر الأولى.